جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات أرسلت بسؤال تقول فيه: نرجو من فضيلة الشيخ أن يتحدث عن حكم الشريعة الإسلامية في عضل المرأة وتأخير زواجها من الكفء، ما حكم ذلك؟ مأجورين. نعم، الله جل وعلا نهى عن عضل النساء، والعضل هو منع المرأة من الزواج بكفء رضيت به، منعها من الزواج بكفء رضيت به، هذا هو العضل وهو حرام. وإذا عضلها وليها الأقرب سقطت ولايته عليها وانتقلت إلى وليها الذي بعده، ويرجع إلى القاضي في هذا لينقل الولاية من العاضل إلى من بعده إزالة للضرر عن المرأة. نعم.